السائل حمد عبد الله سوداني مقيم بالقرمة يستفسر عن الآية الكريمة في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول: هل هذه الآية على كل شخص يغفل عن ذكر الله؟ أفيدوني بذلك. وعيد شديد في من أعرض عن ذكر الله وعن طاعته فلم يؤدي حق الله، هذا جزاؤه، تكون معيشة ضنكا وإن كان في مال كثير، لكن يجعل الله يعيش ضنكا لما يقع في قلبه من الضيق والحرج والمشقة، فلا ينفعه وجود المال، يكون في حرج وفي مشقة بسبب إعراضه عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا. ثم يحصل يوم القيامة أعمى. فالمقصود أن هذا في من أعرض عن طاعة الله وعن حقه جل وعلا، ولم يبالي بأمر الله، بل اتكل محارمة وترك طاعته جل وعلا، فهذا جزاؤه إن شاء الله تعالى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.